لو مش متابع اديني بقول لك، اتفاقية اللي وقعتها مصر واليونان للحدود البحرية، تركيا طلعت بعدها قالت الاتفاقية دي زي العدم، وفورا فورا فورا بدأت التنقيب في البحر المتوسط في الأجزاء اللي تركيا أعلنت إنها حقوقها البحرية واستولت عليها اليونان في الاتفاقية اللي حصلت مع مصر. قبل ما توقع اليونان اتفاقها مع السيسي، عشان ده أوقع مع السيسي مش مع مصر، لأن زي ما قلت لك وجبنا لحضرتك وثائق وتسريبات أكدت إن الخارجية وكل المعنيين بالأمر رفضوا بشكل قطعي هذه الاتفاقية مع اليونان. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توسطت لإيقاف التحرك اللي كانت تركيا بتعمله في البحر المتوسط. أردوغان وافق وقال تمام هنقعد مع اليونان، وكبر ميركل يعني، ونوصل لحل، رغم ان انا عارف ان الناس دي مش بتاعت حل. وبالفعل تركيا بعتت فريق تركي تفاوضي لبرلين عشان يقعد مع الفريق اليوناني ويوصلوا الحل. القصة دي قعدت قد ايه؟ 3 أشهر. وبعدين اليونان قامت عملها ايه؟ ضربة بالانس وعملت الاتفاقية مع مصر. امبارح ابراهيم كالين متحدث باسم الرئاسة التركية حكى تفاصيل اللقاءات مع اليونان، اللقاءات التفاوضية. Berlin'de mi mutabık kaldık? Aslında ilk toplantı Atina'da olacaktı. Fakat Ayasofya kararı alınınca onlar dediler ki biz bunu şimdi Atina'da yapamayız. Ben dedim İstanbul'a gelin, onu hiç yapamayız dediler. İşte alternatif olarak tarafsız bölge Berlin'e gittik. Orada görüştük bu konuyu. Biz tam anlaşmış idik. Mutabık kaldınız. Mutabık kaldık. Hatta Dışişleri Bakanlıklarımız bu konuda ortak açıklama yapmak için metin üzerinde dahi mutabık kaldı. Bizim açıklamamızdan bir gün önce Yunanistan Mısır ile böyle bir anlaşma yaptığını açıkladı. ده اللي خلى Erdoğan يطلع يقول لك اللي حصل ده خيانه. ابراهيم كالين متحدث باسم الرئاسه قال لك احنا اتفقنا بالفعل، الوثيقه عدت بالفعل قبل ما نعلن عنها بيوم واحد، راحوا عملوا الاتفاق مع مصر، قعدنا واتفقنا وجهزنا وثيقه وكل حاجه، يونان خلعت وراحت عملت اتفاق تاني مع السيسي. ابراهيم كالين قال ان احنا قدمنا شرط لليونان. Bu anlaşmanın tamamen ruhuna aykırı olarak. Tamamen aykırı olarak, çünkü ben Yunanlı mevkidaşımı da aradım, söyledim bunu da. Bizim görüşmelerimizde ben Türkiye Cumhuriyeti adına müzakereyi yapan kişi olarak diğer konuların yanında dedim ki bakın Türkiye'yi dışarıda bırakan Doğu Akdeniz'deki ikili, üçlü ya da çoklu hiçbir girişimi kabul etmeyeceğimizi burada kayda geçiriyorum. Böyle bir girişim olmayacağına dair de sizden söz almak istiyorum. Çünkü biz bir taahhüdün altına girip bir süreç yöneteceksek, istikşafi görüşmeler, siyasi istişareler ve diğer konular, bunu ben de sizden görmek istiyorum. هل هنوقع؟ مفيش، احنا مش هنوافق. اي اتفاقيه تتعمل من غير ما احنا نكون طرف فيها احنا مش هنوافق. بعديها ابراهيم كالين تطرق للقرار اللي اتخذته تركيا بعد الاتفاقيه اللي عملتها اليونان مع السيسي. مصر'la yapılan anlaşma ilan edildiği an Cumhurbaşkanımızdan talimatı net bir şekilde aldık. Nedir? Görüşmeleri durduruyorsunuz. Almanlara da Yunanlara da bildirin. Biz bu müzakereleri başlatmıyoruz. Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı anlaşma da bizim için yok hükmündedir. Çünkü bu gene Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışarıda bırakmaya ve bizi Antalya Körfezi'ne mahkum etmeye dönük bir hamle. Bizim bunu kabul etmemiz söz konusu bile değil. Türkiye gibi atıl hudud al-bahr al-mutawassit. Yani مش ممكن. حكيت لك انا تفاصيل والجزر اللي بعيده على بعد مئات الكيلومترات من اليونان وعلى بعد خطوات من تركيا وعايزين يعملوا لها حدود بحريه وقصه اليمه جدا. النقطه الابرز في حوار ابراهيم كالين من وجهه نظرنا مع قناه سي ان ان التركيه كانت حديثه عن العلاقه بين اليونان واوروبا، وان الدول الاوروبيه اللي هي كفيله اليونان. ليه الدول الاوروبيه بتكفل اليونان؟ لان هي يونان دوله مفلسه وزي ما قلت لك ما بتقدرش تعمل اشاره
الشوارع اليونانية من غير موافقة الاتحاد الأوروبي. دول أوروبية دي أقنعت تركيا تقعد مع اليونان عشان يوصلوا للحل. فإبراهيم كالين وجه رسالة مهمة للدول الأوروبية أو هكذا نزعم، ودي كانت الجزء الأبرز في حوار. Şu ana kadar Avrupa Birliği'ni arkasına alarak Türkiye karşıtı yaptığı lobi faaliyetlerinin gerçek yüzünü Avrupalılar zannediyorum şimdi daha net bir şekilde görmüşlerdir. Çünkü bize gelip ya işte Yunanistan'la bir otursanız, konuşsanız, bir anlaşsanız dediler, dediler. Cumhurbaşkanımız da peki dedi. Gerçekten bir büyük devlet adamı refleksi gösterdi orada. Arkadaşlar çalışsınlar dedi, biz oturduk. Bütün bunları çalıştık, bir noktaya getirdik. Son gün bu anlaşmaya çıktılar. 3 aylık çabanın ardından. Ela kulli şey asbah vadih. حدش يلوم حد لطلبته، قعدنا وتفاوضنا وبتاع والجميع الآن شاهد على اللي خلع ده. بعض أو أهم ما رواه المتحدث باسم الرئاسة التركية عن كواليس المفاوضات اللي كانت جارية مع اليونان. فورا تركيا بدأت في خطوات جدية في البحر المتوسط. خطوة الأولى رسالها لسفينة أوروتش، رئيس سفينة أبحاث لشرق المتوسط لاستئناف أنشطة التنقيب فيها، واللي كانت وقفتها تركيا بناء على وساطة ألمانية إن تفاوض مع اليونان. سفينة اتحركت من أنطاليا جنوب تركيا إلى قبالة جزيرة قبرص لاستئناف أنشطة التنقيب برفقة سفينتي أتمان وجنكيز خان، وده مشهد من هذا التحرك للسفينة اليوم. الطائرات الحربية بتحمي السفن. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دوماز أعلن رسميا على حسابه على تويتر على تحرك السفينة، وقال إن الشعب التركي كله يقف خلفها ويدعمها. وصلت سفينة أبحاث التركية روتش رئيس من أنطاليا إلى منطقتها في البحر المتوسط لمواصلة عملها الجديد. سنواصل العمل دون توقف في منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود من أجل تحقيق استقلالية تركيا في مجال الطاقة. بالتوفيق سفينة أوروتش رئيس، وخلفك 83 مليون تركي. رئيس التركي النهاردة علق على موضوع السفينة وقال إن المفروض تبدأ عملها أول ما توصل للمكان مباشرة. التوقيت اللي كانت محدد ليها 10 ساعات، وده بالظبط هيكون بكرة صباحا الساعة 8 تقريبا. Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Nitekim Oruç Reis sismik araştırma gemimiz dün saat 20'de Antalya açıklarından demir alarak görev bölgesine doğru hareket etti. Yaklaşık 10 saat süren seyirden sonra bu sabah saat 8 itibariyle de çalışmalarına başladı. خطوة التنقيب ما كانتش الخطوة الوحيدة. تزامن مع ده مباشرة مناورات عسكرية في بحر إيجا. وزارة الدفاع التركية نشرت صور لتدريبات عسكرية بحرية وفق برامج للناتو مع سفن أسبانية بدأت من أول الشهر. خلال الأسبوع نشرت صور عن تدريبات عسكرية بحرية مشتركة مع سفن ألمانية في بحر إيجا، وتواصلت النهاردة هذه المناورة. أجرت سفينتها البحرية التركية تدريبات بحرية في بحر إيجا مع سفينة الدعم اللوجستي للبحرية الألمانية المشاركة مع مجموعة البعثة البحرية الدائمة
للناتو ونشروا صور لتلك التدريبات. والوضع بمنتهى البساطة تقدر تقول ان هو على صفيح ساخن جدا في البحر المتوسط بين تركيا واليونان. حكيت لحضرتك قبل كده خلفيات هذه العلاقة، ليه الحكاية واصلة لكده، حكينا تفاصيل ده بالتفصيل يعني اللي بين تركيا واليونان. ويظل التساؤل قائما، أي عاقل لماذا أقحمت مصر نفسها في هذا الصراع للأسف الشديد؟ للأسف الشديد، أو عشان تكون الجملة دقيقة، لماذا أقحم العميل الصهيوني مصر في هذا الصراع المحتدم بين تركيا واليونان؟ حد دلوقتي مفيش رد رسمي يوناني على تلك التحركات اللي جت مباشرة، يعني تركيا مباشرة أردوغان قال هذا الاتفاقية كالعدم، لا تعنينا في أي شيء، هنروح. التنقيب والمناورات كلها في المناطق اللي الاتفاقية ادتها بين مصر واليونان ادتها اليونان. تركيا دلوقتي بتنقب وموجودة في الأماكن اللي هي الاتفاقية الجائرة ادتها اليونان. لم يصدر لحد دلوقتي تعليق يوناني رسمي بخصوص التحركات التركية الأخيرة في الـ 24 ساعة الأخيرة، لا مش الـ 24 ساعة، ده الـ 12-13 ساعة الأخيرة. حسابات كتيرة مقربة من الحكومة التركية وصحفيين وبتاع بيكتبوا على تويتر معلومات كتيرة جدا وكلام كتير جدا، لكن العمل الرسمي للسفن هيبدأ من الساعة 8 صباحا، هتكون وصلت للمكان في حماية بارجات وطائرات حربية في ظل وضع شديد التعقيد لثروات البحر الأبيض المتوسط. بعض وسائل الإعلام التركية بدأت تتحدث أن تركيا حشدت كل سفنها الحربية في مناطق البحر المتوسط وبحر إيجا. بحر إيجا ده بحر كده يعني بيطلق عليه بحر إيجا، متفرع من بحر الأبيض المتوسط، لأن اتفاق تركيا، وسائل الإعلام دي بتتكلم أن اتفاق تركيا مع ليبيا خلى كل المناطق دي تركية. تحركات التركية في نفس الوقت تزامنت مع تدخل ميركل للمرة الثانية بعد التصعيد التركي. أردوغان رد عليها النهاردة وقال لها ما حدش يقدر يلومنا في حاجة، تركيا أظهرت حسن النية في التعامل مع المسألة، وعلقنا مؤقتا أعمال سفن التنقيب إكراما ليكي، إكراما للوساطة الألمانية لإبراز حسن النية في المفاوضات. ولكن الحكاية وضحت دلوقتي بعد نقوص يونان عن العهد. bilindiği gibi bölgedeki sismik araştırma faaliyetlerimizi Almanya şansölyesi Sayın Merkel'in ricası üzerine iyi niyet nişanesi olarak bir süreliğine ertelemiştik. Ancak Yunan tarafı hüsnü niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiş ve Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yönelmiştir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize de aynı anlayışla yaklaşılmasıdır. عايزين نصل لحل، خلونا نجتمع لدول البحر الأبيض المتوسط للوصول لحل جذري لهذا الموضوع إذا كنتوا عايزين. تركيا gibi 780 bin kilometre karelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometre karelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Dünyada hiçbir ülke böyle saçma ve temelsiz bir talebe boyun eğmez. Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin
hakkını koruyan bir formül. دي آخر تطورات المشهد فيما يخص البحر المتوسط. على الجانب الآخر في تركيا مشهد آخر مهم جدا بتحتفي به تركيا، وهو الإعلان عن أول حفار بيشتغل بالكامل بالطاقة الكهربائية، تم صناعته بالكامل في تركيا. Evet, çalışma süresinde gördüğünüz gibi hiçbir ses çıkmıyor. Hatta toprağın bile, Cumhurbaşkanı çok hassas kullanıyor, sesini duymuyoruz. Dolayısıyla o eskiden o gürültülü klasik iş makinelerini inşallah yakın bir süre sonra hidromekik onunla ortadan kaldıracağız. Oldukça sessiz çalışan iş makineleri gelecekte Türkiye'nin dört bir yanında hakim olacak alana süresi. الجرار بالكامل الزراعي اللي بيشتغل بالكامل كمان بالطاقة الكهربائية بيأتي بعد السيارة الكهربائية الكاملة اللي هتدخل أسواق خلال سنتين اللي بدأت فيها تركيا. ليه تركيا رايحة للطاقة الكهربائية إن الحاجات كلها تشتغل بالطاقة الكهربائية بهذه الطريقة؟ تركيا بتنتج أكتر من 60% من مما تحتاجه من كهرباء من السدود. الدراسات بتؤكد في تركيا إنه سيكون هناك فائض كهربائي كبير جدا في السنتين ثلاثة اللي جايين وما يتلوهم من سنوات، وانه يجب استغلال هذا الفائض واستيعابه عن طريق تحويل صناعة الاليات التركية الى الكهرباء بدل البترول. عشان كده العربية الكهربائية، الجرار الكهربائي، منتجات كهربائية كتير جدا، لانه تركيا في طريقها ان الكهرباء تنتشر او حاجات كهرباء حاجات محركات كتيره جدا تشتغل بالكهرباء لاستغلال هذا الفائض. تصريح ده يوضح لحضرتك الموضوع. ده من شهر بلاده اردوغان بلاده رفعت انتاج الطاقه الكهربائيه عبر المصادر المحليه والمتجدده الى 66% من اجمالي الانتاج خلال اول 5 أشهر من العام الحالي عبر تقنية مراسم افتتاح محطات طاقة كهربائية بعدد من الولايات الأمريكية التركية. حللنا في المرتبة الثانية أوروبيا في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة العام الماضي. وأفاد من تركيا ستفتح أول مصنع محلي للألواح الشمسية المتكاملة خلال شهر أغسطس اللي هو الشهر ده. والسنوات ال 18 الأخيرة سجلت زيادة في طلب الطاقة بنسبة 5% وحجم يضعها في المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.